الأمامية. سانتوريا بهذه الوضعية صعب تماما أن يقف أمام ميلان، أن يعيد ذكريات عام 85 عندما حقق لقب كوبا إيطاليا وكان اللقب الأول في تاريخ فرقة سانتوريا. خطة لماكلير متابعة من ميركال. ماكيدا يفقد كرة، هذه كرة من كوبيرتي لماكيدا. ماكيدا والتدخل من جانب باباستوبولوس. هذا هو المدافع لسانتوريا، كوبيرتي سدد، الخطورة موجودة. ماكاروني ضيع ماكاروني، حرك أمام لهذه المحاولة. كوبيرتي في مرة أولى، ماكيدا يمهد، ماكاروني لم يكن في التسلل، لكن ارتماء أخيرة كانت من باباستوبولوس. ماكاروني سدد حاضر. كوبيرتي الآن، كوبيرتي في الهجوم، كوبيرتي عرضية، لكن التدخل الأخير من بابا باتو، لكن لم يتمكن باتو اللي فقد توازنه لم يتمكن من استقبال الكرة. ماكاروني يطالب الحكم بالخطأ والإنذار لأنه قرار الحكم. أمامنا الإعادة. موسم 90-91 فيالي، جانلوكا فيالي هو سانتوريا يبحث عن هدف التعديل في ظل التراجع الواضح. ماكيدا يخترق، ماكيدا داخل المنطقة، ماتسوليني يعمل باستمرار اللعب. الفرصة لروبينيو باليسرى سدد، لكن الحارس البرازيلي دا كوستا إعادة في الحوار سابق للاتسيو. وأمامنا ماكيدا. الدفاع يتابع بالومبو أمامية، حاولة المرور، تدخل ناجح. زيكلير والتدخل، تغطية حادرة على مقاعد البدلاء. كرة أمامية، تدخل الحكم يعطي مبدأ تحت الفرصة. هذا هو ماكاروني يكسب خطأ لفلاديمير كومان، وكرة لمصلحة سانتوريا. أنجيلو بالومبو، باب الإعادة في التدخل كان واضح.